ولما سمع أهل ملطية ما فعل التتار بقيسارية هنيعوا وجزعوا أفحش الجزع، فأجفل رشيد الدين الخويني أميرها ومعه أصحابه طالبين حلب هربوا إلى حلب، وكذلك من أمكنه الهرب من أماثلها. ووصل التتار بالقرب من ملطية ولم يتعرضوا إليها، وأما الذين خرجوا من المدينة مجفلين فأدركهم المغول عند قرية يقال لها باجوزة على 10 فراسخ من المدينة، فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأولاد ومن سلم منهم في المغائر والشعاب والأودية الغائرة من النساء والرجال، عاد إلى ملطية عريانا حافيا. وكر المغول على مدينة أرزنكان وملكوها عنوة وقتلوا رجالها وسبوا الذراري ونهبوها وخربوا سورها ومضوا. ولما رأى السلطان العجز عن مقاومة التتار أرسل إليهم رسلا يطلب الصلح، فصالحوه على مال وخيل وأثواب وغيرها يعطيهم كل سنة مبلغا معينا مقاطعة. التفت سلطان سلجوقي تركي الخليفة الإمام وبكل ما يملك من سلطة ومال وأتباع، ومع خوف المغول من التوغل في بلاده، فإنه مع كل ذلك يهادن ويصانع ويذل نفسه للمغول ويدفع لهم الجزية صاغرا من أجل أن يمضوا له إمامته وخلافته وسلطنته، فأمضاها له النبي الرسول المغولي. فهنيئا لابن تيمية هذا الخط المغولي التتري في تنصيب خليفة المسلمين وإمامهم وولي أمرهم، فهنيئا لكم النبي الرسول المغولي المبعوث من الرب الأمرد ورفاقه.